ما يمكنش على حكايه الليله، وانا كنسمعها وساكت فيها تنقول محال واش تصدقوها، ومحال واش حتى فايت لكم اصلا سمعتوا بحالها. ربما يمكن لكم انكم تكونوا تصادفتوا مع بحال صاحبه حكايتنا ديال اليوم، ديك التلميذه اللي كانت في مدرستنا وديما مهليه في راسها بواحد الشكل اللي هو مبالغ فيه، وهي اصلا العائله ديالها بسيطه جدا. وهنا بديتو كتسالوا كيفاش هاد البنت كدير تجيب دوك الفلوس دوك الحوايج، ومع من كتخرج، ولكن فين والديها، فين هما، واسئله واحده اخرى اللي شغلت لكم انا ذاك بالكم وربما حتى اليوم. فاليوم غادي تعرفوا اجوبه على جميع التساؤلات. حكايه بقد ما هي واقعيه بقد ما هي مؤثره وكلها احداث. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، المؤنسه ديالكم في جميع الاشغال ديالكم وخصوصا الكوزينه عادت اليكم من جديد. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هايله. اذا كنتي جديده على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الدار دارك. اذا كيعجبك محتوى القناه وكتشوف بلي استحق الدعم، فما تبخلش عليا بانك تضغط على زر الاعجاب لتحت اللي ما تيكلفك حتى شي مجهود، غير غادي تهبط وتضغط مع شي كومونتير كيشبه قليبك اللي هو غزال. وهذا ما كان حلقه الليله يا ساده الكرام غادي تكون جريئه، فاللي قرر انه يسمعها مع والديه او لا مع شي حد من وليداته، انا كنقول لكم من الاحسن انكم حتى تكونوا بينكم وبين راسكم، حيتاش فيها حقائق وجرأة لا تناسب العائلة نهائيا ولا تناسب الجمهور الغير ناشئ. فخلي ما تعطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. أنا كاميليا، اختاريت هذا الاسم لأنه الاسم اللي كنت ملقبة به، كلش كيعرفني به. طفولة ديالي كانت عادية، والديا كانوا عايشين على قد الحال، ما عندهمش وما خصهمش كيف تيقولوا. بابا كان غير واحد الموظف اللي هو بسيط، انا هي الصغيره في الدار، عندي زوج نتاع خوتي دراري. بابا كان هو واحد الانسان اللي متدين ومزير عليا بزاف لواحد الدرجه اللي ما كتصورش، ما كانش كيخليني نخرج وما كيخلينيش نبات عند العائله بوحدي، واذا بغيت نمشي لشي بلاصه خاصو ضروري انه يمشي معايا، اذا بغيت نمشي غير للحانوت يديني ولا يجيب لي داكشي اللي بغيت. فكنت كندير مع والديا كلشي بمعنى الكلمه، وهادشي كان مؤثر عليا حيتاش ما كنت ندير حتى شي حاجه مع راسي، ما كنتش مستقله بذاتي. ورقه اذا بغيت نقادها في المقاطعه خصهم يمشيو يرافقوني. صحيح هو انه عائلتي الله يعمرها دار ومحافظين وساكنين في حي شعبي قد المستوى ديالنا، ولكن كان هذا الزيار نتاع بابا اللي كان سبب في الحكايه نتاع اليوم، اولا شنو وقع ليا في هذه الحكايه. ما كنتش كنقدر حتى نطلب من الشرجم ولا شي حاجه سميتها الخريج، ما كانتش عندنا. دوزت هذه المرحله وطلعت للتاسعه وبديت كنقرا، كنت مجتهده ودائما متفوقه، و16 كانت ديما ديالي وكنت طالعه مزيان حتى وصلت لهاد التاسعه. وهنا تيقولوا بلي انه السن الحرج المراهقه اللي بدات بدلات حوايج بزاف في حياتي. فاش طلعت للتاسعه بديت كنشوف بلي انه بنات كيديروا الماكياج كيلبسوا حوايج في شكل، وانا ما كنتش كاع من هذاك العالم. بابا فرض عليا واحد اللبس اللي هو محدد والوان اللي كانت فاقعه، كانت ممنوع انها تجي من فوق مظهري، وزير عليا القضيه ديال بصح. انا هادشي ما كنتش متقبلاه، وحتى التليفون ديالي ما كانش عندي، كنت كنمشي عند البنات صحاباتي وكنتلفو من عندهم التليفونات ديالهم، وكنت كنحل فيهم الفيسبوك. مع العلم هادشي اللي داير ليا بابا ما كانش يرضيني بتاتا وكنخانقني به، بقيت كنقول ماشي مشكل. دوزت التاسعه وانا كنتلاقى برفقاء السوء، صديقات اللي كانوا نوعا ما خارجين على الطريق اللي تعاشرت معاهم، وليت كنمنك ثلاثه ديال السوايع في النهار ونخرج معاهم وما خسر حتى شي حاجه. وكنت باش نشد الورقه ديال الغياب كنت نضحك مع الحارس العام واحد شويه، وكان كيعطيها لي وكنت كندخل. دخلت نيشان للمرحله اني غادي نخرج كنت سركل، اما بابا ما كانش كيخرجني، واذا خرجني كان كيديني شي جرد الله يسمح ليه. ما كايناش شي حاجه سميتها لاكوت ولا الكورنيش، ما كايناش شي حاجه سميتها انه يدورني في المدينه او يديني ناكل شي حاجه في السناك، ما كانش هادشي بتاتا. هادشي لقيته مع صحاباتي وبديت كنخرج معاهم، لقيت المتنفس مع الصحابات اللي ما لقيتوش مع الوالدين. في هذا الوقت اللي انا في التاسعه غادي نتعرف على واحد الشخص اللي كان قريب لينا في الحي اللي كنت انا ساكنه فيه. اذا انت شفتي الهيئه ديالو وكيف تيقولوا تعزليه ما بين الرجال، ولكن اذا عاشرتيه غادي تكتشفي بلي انه شمكار وحشيشي وجميع الموبقات كيديرهم. كان سميتو عمر، ما كنتش عارفه عليه هادشي في الاول. تعرفت عليه وقال لي بغيتك كاميليا للزواج، هو عنده محل نتاع الحوايج، واخا كان شمكار كان ميسر ماديا. فاش قال لي بغيت نتزوج بيك قلت ليه واخا هضر مع بابا، لكن هو بقى كيتماطل اليوم غدا اليوم غدا، وما كان مخصصني حتى شي حاجه. كان جايب لي التليفون اللي كنت كنخبيه على دارنا، خسر عليا كادوات، الا خسر ليا كادو، ما بغيتش هذا لعبت ليا بهذا،
تخيلوا كل نهار كان كيرجع من الخدمه بالليل كان تيصون عليا وكيحط لي خنشه ديال السقاطه قدام الباب وكيغبر شوكولات كادوات وهادشي كان تيديرو يوميا لدرجه انه شحال من مره جاب لي شي لعيبات ديال الذهب ما عندوش مشكل. عمر كان معيشني بخير، كنت عايشه والفلوس داخله وعايشه الحياه، وعمر ما كان مخصصني من والو بمعنى الكلمه. انا داك كان عندي هاد الشخص غير ثانوي وما كنتش تنبغيه وكنت كنقولها ليه عمر راني ما تنبغيكش راك غير عزيز عليا واخا ماشي مشكله كاميليا غادي تبداي تبغيني. واحد النهار عيطت ليه وقلت ليه واحد جارنا راه بغى يجي يخطبني حيت كان فعلا بغى يجي يخطبني، غير هو سمعها جا ديك الساعه هو وبا وامو وقالوا البابا راه بنتك كتعرف ولدنا وراهم متفقين مع بعضياتهم باش انهم بغاو يتزوجوا. وبابا قلت لكم بلي انه ماشي من داك النوع اللي انه يسمح بالعلاقات ما بين البنات والدراري، ما كانش عنده عادي واخا غير تعارف لا ممنوع، كان قاسح من الاخر. بابا حطني بوجهي قدامهم كاميليا واش بنتي كتعرفي هذا؟ عرفت اذا قلت اه غادي تكون هذه هي الاخره معاه. لا بابا ما عمرني شفته، انا نكرته. هو نقص بدا تيقول لي ياك نكرتيني يا كاميليا وما خليت ما درت ليك وما خليت ما عطيتك وما خلينا حتى قنت وهذه وهذه، وبدا كيفضح وكيقول حتى شي حوايج اللي ما كانوش. تنغمزو بعيني والو مبغاش يفهمني، نكرتو حيت عرف اذا اعترفت غادي نمشي فيها ديال بصح. رفض داك السيد حيت فضحني ووالدي فضحوني غادي نرفضو، وجا خطبني داك الاخر. منين عمر عرف بلي انه جا خطبني داك السيد اللي ما كانش اصلا ميسر ماديا فما تهضمش ليه ومشى لعندو وبدا يقول لي شتي هذيك راه غير فاسقه اعزكم الله وفعله وتركه، حاول انه يخسر لي الصوره ديالي علما انني عمرني ما وصلت معاه لشي حاجه. اذا كنت بغيت غير ندوي معاه كان كيخص يكون ما بينه وما بينه مترو وما كنخليش يقرب مني. داز هادشي وبدا كيتلقى ليا، انا غادي ندير ليك، انا غادي نفعل ليك، ولا كان تيسكر وكيجي الحومه ديالنا وكيبدا كيعاير. واخا ما كانش يقول سميتي كنت نعرف بلي انه كان داوي عليا. واحد النهار وقفني وجايب معاه قرعه تاع ليسانس وقال لي اليوم غادي نحرقك ونشوهك ونجي نتزوج بك، وديك الساعه شوفي واش ترفضيني. ولكن هادشي كامل كان تيوقع وانا والديا كانوا تيديوني وكيجيبوني للمدرسه، بمعنى ما كنتش كنمشي بوحدي، غير فاش يتلقى شي فراغ انني كنخرج من المدرسه قدام استراحه اولا غير خرجت طليت قدام الباب اولا زدت عند الحانوت فين كان تيقدر يدير هادشي، حيت قليل فين كان تيلقاني بوحدي، ديما كانوا كيجيو ليا والديا، ما عندوش فرصه فين انه يجي يهددني مباشره وهما معايا. واحد النهار خرجت للساحه ديال المدرسه نتاع ما بين 8 و10 و10 12 غادي نهبط للحانوت اللي حدانا، لقيته واقف لي قدام المدرسه. تخيلوا جاب الموتور ديالو حتى لحدا رجلي وفرانا، طحت كان ناوي يقتلني صافي. طحت وبداو الناس كيتعرموا عليا وطح عليا بدا كيبكي وكيطلب السماحه. جات واحد لي هيستيريا وكيبوس لي في يدي وراسي وكيقول لي عافاك كاميليا سمحي لي راني ما قاصد شو راني تنبغيك. قلت لي صافي الله يعاونك ولد الناس. قالت لي صاحبتي شوفي راه ما حد كتقول لي راكي مخطوبه ما حد كي كتشعلي فيه العافيه، قولي لي راه كيف سختي الخطوبه وهني السوق. وسبحان الله بحال قالتها اليوم غدا هضر معايا داك السيد اللي كان خاطبني وقال لي انا راني بغيت نتزوج بك صافي، واذا ما بغيتيش الله يعاونك بنت الناس. قلت لي اسمعي فلان لا انا ما غاديش نتزوج الا اذا شديت الباك ديالي، وانا داك كنت يلاه في التاسعه سخنا الخطوبه فعلا حيتاش ما قدرش يصبر. لا غد ليه هذاك جا عاوتاني عندي المدرسه وقلت ليه سمع عمر انا فسخت الخطوبه وراه ماشي لي انا ما بغيتكش راه بابا اللي ما بغاكش بزز باش تفكيت منه. وغير واحد المده ما بقيتش كنشوفه حتى في المحل ديالو غبر بمره. قلت ليك ما هذا دار شي فضيحه في راسو، الدراري صحابو كانوا تيعرفوني اللي خدامين عنده في المحل، كنت ديما فيما بغيت شي حاجه كنت كنجي كناخذها من عندهم وكان هو موصيهم عليا، ما كانوش كيتخلصوا من عندي. نهار مشيت عنده ما لقيتوش، قلت ليه فلان عافاك فين هو عمر؟ غادي يجاوبني قال لي وكلنا عليك الله انت يا سبابو حتى ولا كيرجع كيشرب وكيتعاطى وراه تشد في الحبس وحكموا عليه باربع سنين تاع السجن. بقى فيا الحال بديت نقول انا اشنو داني لهذا الشيء، وقلت صافي ولو كاع خرج من هذا الحبس وانا نقبل عليه بابا ما غاديش يقبل. لقيت راسي بلي استغليته وصراحه ما نكذبش عليكم اليوم فاش كنتفكر هذا الشيء تندم، وانا اليوم خلصت كل شيء واكثر وغادي تعرفوا كل شيء مازال في القصه. من التاسعه غادي نطلع للسانكيام فتره المراهقه عاد ما غدا وكتزاد، هنا غادي نتعرف على واحد البنت اللي وكلت عليها الله. واخا صراحه كانت غير سبب حيت انا اللي فتحت لراسي باب نتاع ديك الطريق، ما عرفتش واش مراهقه ولا طيش الا غير التربيه راه تربيتها مزيان تربينا ما كاينش الاختلاط ومحافظين بمعنى الكلمه، ولكن ما عرفتش منين نزل عليا هادشي كامل. ديك البنت كانت ميسوره ماديا
ولكن العائله ديالها كانت على قد الحال. با خدم غير في باتيسري وهي كتلبس غير الماركات، باش كتبان لك شي بنت بحال هكا وانتي كتعرفيها ما كيتقبلش عقلك داكشي ديالها مع الواقع. واحد النهار سولتها منين اختي كتجيبي هادشي كله، بغا تعرفي؟ هي عافاك يلا معايا، حلو معايا ودنيكم وسمعوني مزيان. النهار الاول مشينا للقهوه، جا واحد الراجل في الخمسينات جلس معانا، بقينا مجمعين وضحكين. فاش تفرقنا خشات لي في صاكي 1500 درهم. ايوا بحال هكا باش كنجيب الفلوس بهاد البساطه؟ ايها لالا بهاد البساطه، وراه عادي مره كنمشي معاهم للدار وما كيوقع والو. وهذه وهذه قلت لها صافي شوفي يا فلانه هاد المره عافاك ديني معاك. قالت لي ولكن هادشي ما غاديش يكون بهاد اللباس، حيت كنت لابسه واحد اللباس اللي كان هو طويل. واحد النهار قالت لي غادي خصنا نتلاقاو بواحد السيد نمشيو للبارطمان ديالو. لا دابا تمشي توقع لينا صاحبتي شي حاجه، ويلي صاحبتي راه ما عنده ما يدير لينا غير ثقي بيا ويلا زيدي. هادشي اللي كنا كنديرو مع كل واحد، كلهم كانوا كيعطيونا الفلوس، هالي تيعطينا 700 درهم، هالي تيعطينا 1000 درهم، هالي تيعطينا 500 درهم. وغير الناس اللي كانوا لاباس عليهم ما كناش كنمشيو مع دوك المزاليط. كتجي عندك الطوموبيل صحيحه كتوقف عليك كتديك، لحد الان غير تنهضروا معاهم وغير كنضحكوا معاهم وما كتوقعش شي حاجه بحال انهم زعما يتقربوا منا. ولكن بطبيعه الحال ما كايناش شي حاجه فابور، هما ما تيعطوك ديك الفلوس الا باش انهم يمهدوك من هنا لقدام انهم يديروا بك ما بغاو. وهي هادشي كانت عارفاه وكديروا ديما، غير انا بدات معايا بهذه الطريقه بشويه بشويه باش نقدر نثيق. مشيت معها للدار عند داك السيد وبقيت جالسه انا وياها في الصاله. جا عندي السيد غمزها وهي تقول لي غادي نمشي للمرحاض عزكم الله، هو يجي حدايا وقال لي شوفي كاميليا، هذه هي السميه اللي كنت معروفه بها واللي كنت كنقولها لهم. قال لي شوفي انا غادي نعطيك اللي بغيتي غير خليني عافاك نتقرب منك. رفضت رفض نهائيا، مشى لحق على ديك صاحبتي شويه، ها هي جايه وجايبه معاها 3000 درهم. ديلاش هادي عطاها ليا وقاس بيناتكم شي حاجه ياك؟ اه وانتي؟ لا انا ما بغيتش. ايوا غادي تجيبها فراسك. خرجنا في حالنا، منين دورتها في راسي وقلت مادام هاد خيتي بشرفه وكدير لهم داكشي اللي هما بغاو اش خسرت حتى انا ندير بحالهم جمع هاد الفلوس. مره اخرى فاش قالت لي يلا مشيت معاها مع شخص واحد اخر وخليته دار اللي بغا مره على مره، حتى ولات عندي عادي لدرجه انني نخرج بالصباح وبالعشيه وانا تحت ما يسمى بشرفي. وليت كنمنك النهار كامل في المدرسه، ولات عندي عادي. واحد النهار خرجت مع واحد تخينه تلاقيت بالاستاذ ديالي اللي كان صاحبه. سولني استاذي شو كديري هنا كاميليا؟ قال لي داك الراجل راه هذه هي اللي قلت لك عليها غادي تمشي معنا للدار. داك الاستاذ كنت نعرفه وكنت نعرف مرتو. علاش كديري بحال هادشي يا كاميليا؟ لا استاذ راه غير مع الوقت اش دخل لك لهادشي وبعلى قد الحال وما بقاش خدام. وفعلا ديك الساعه بابا كان خرج من الخدمه وشاد التقاعد اللي كان قليل وكان عنده السكر والطونسيون حتى ماما كانت مريضه. اما خوتي هما فين وحنا فين؟ ما مسوخينش الحياه كاع، ما كناش كنشوفوهم على 3 شهور و4 شهور كاع ما كاينين. الكبير عنده 35 سنه والصغير عنده 30 سنه. المهم قال لي صافي ماشي مشكل زعما صبرني، وصدق هو اللي داني للدار ما خلى ما عطاني، تهلا فيا بالفلوس ودرت معاه نفس اللي تندير مع اللي قبل منه. الاستاذ ديالي غادي يمشي يقول لها الاساتذه واحد اخرين اللي عارفهم حتى هما عينيهم زايغين وضاصرين. تخيلوا والله العظيم وليت كنمشي مع الاساتذه ديالي كاملين الا استاذ الاسلاميات بوحده اللي كان عافي عليه الله تقريبا من داكشي. اذا مثلا خرج اليوم في الصباح مع استاذ نتاع شي ماده، الاستاذ نتاع الماده الاخرى غادي يمسحني من الغياب، كان شي تيضرب على شي. وانا كنت نقول صافي ماشي مشكل، المهم غير باش نشد النقاط وصافي، ولكن هادشي غادي يحل لي طريق واحد اخرى. فين ما كنطلع الدريجه كنحل الباب تاع جهنم اخر. ما تنحملش نعاود هادشي، ولكن هذه حقيقه دزت منها ما عندي لاش نخبيها، وقلت ممكن اذا شاركتها مع البنات انهم يوليو يحدوا ريوسهم من رفقاء السوء على ايين. وصلت لمرحله هادشي ولا كيجيني عادي وفي اي وقت وزمان. تقدروا تسالوه فين هي الصرامه تاع بابا؟ لا لا بابا باقي هو هو. هادشي كله كان تيوقع اثناء الحصص ديال المدرسه، كيجي بابا مع السته كان كيجي يديني من قدام مؤسسه. مسكين كان تيصحاب لي بلي انه حاكمني الزياره اه كاين بمعنى الكلمه، واخا هكاك كنت كندير اللي بغيت ولكن بطريقتي. يعني ما بقاتش في الزيار، انا تنقول له كان تاقوا فيا والديا وخلوني نمشي للمدرسه بخاطري ونرجع بخاطري ونخرج مره في السيمانه ونوقف قدام الدار مع البنات، ما كنتش نوصل لهادشي اللي درت، ولكن بالضغط ديالهم وصلت لهادشي اللي انا فيه. المهم
انا ولفت انني نخرج وندير الفواحش مع واحد زوج ثلاثه، ما بقاش كيهمني العدد. درت كونت في البنكه اللي كانوا كيتحطوا لي فيه الفلوس غير هكاك، حتى انا وليت كنشري حوايج كنلبس كنتهلا في راسي، كنتقدى مره للمولين الدار. والديا كيسولوني منين جاوك الفلوس كاميليا، تنقول لهم راه صاحبتي عطاتني هذه وعطاتني هذه. اولا مره كنقول لهم راه عاونت واحد المره ودورات معايا. كل مره وشنو كنلقات خريجه لدوك الكوارث اللي كنت ندير. المهم كنت نسلك راسي حيتاش ما كنتش كنقدر نبغي نشوف الدار ما فيها والو غير الدقيق والزيت وصافي، لا ما يمكنش. بابا جلس من الخدمه وخوتي ما كاينينش وكنا عايشين ما عندنا والو. المهم طلعت للسيزيام وتعرفت على واحد الشخص اللي كان لاباس عليه، قال لي بغيت نتزوج بك. واخا السيد تشوفيه الهيئه ديالو صحيح والرياضه والطوموبيل كيف دايره البورش، كان سميتو المهدي. هاد السيد عمرو ما تقرب مني. واحد النهار خرجت انا وياه مشينا جلسنا في قهوه وقال لي غادي يمشي للمرحاض، خلى التليفون ديالو فوق الطبله بدا تيصوني ليه، وكانت مكتوبه بديك السميه مايمان زعما رجلي. ها ويلي شنو يكون؟ تقطع الاتصال ودخلت نشوف، يا ريت كون ما شفتش. لقيت السيد باللي انه شاد جنسيا وباغي يجي يخطبني. صدمت، هاد الهيئه وهاد القلده وهاد اللباس وهاد الشيء كله ودير في راسو هاد الشوهه. جا وقف عليا لقاني شاد التليفون ديالو، بدا كيخوت وكيبكي. كاميليا انا راه الاب ديالي تعدى عليا وانا صغير وراه ماشي لخاطري، وهذا الشيء خلاني نكون بحال هكا وهذه وهذه. شوف اخويا، شوف اخويا المهدي سير الله يسهل عليك. لا انا راه ما عندي حتى شي مشكل، راه باغي نتزوج بك وقاد بك. لا ما يمكنش المهدي سير الله يسهل عليك. بدا كيبكي عليا والقوه كلها كتسمع، عافاك ما تخلينيش. مشيت فحالي وخليته. لغد لي مشيت للمدرسه خرج مع 12 لقيتو كيتسناني. اللي شافو في ديك الحال وهز مشموم تاع الورد داكشي ديال الافلام، كاع البنات حاسديني. يصحاب لي راني كنعيش شي قصه حب ولقيت الشخص المثالي، لكن حتى واحد ما كان عارف الموضوع كيفاش داير. كاميليا عافاك سمحي لي، الله يعطيك السر اللي بغيتي نديرو لك. وبقى كيطلب. لا زدت وخليته. قال لي واخا عقلي عليها ما غاديش ندوزها لك. وفعلا غادي نعقل عليها وحتى نتوما عقلوا عليها. دزت من المرحله تاع السيزيام ودزت الباك، رجعت نفس الحاله اللي كنت فيها حيت بان ليا بلي انه خاصني ماديا، وبابا ما عندوش شي حاجه سميتها البنت خاصها تخرج من القرايه. لا البنت خاصها تقرا وتشد الدبلومات ديالها تخدم، اما تخدمي بالكورفي 100 و200 درهم لا ما مقبولاش. ما كانش مخليني نخرج نخدم، وماما ما كانتش شي وحده اللي تقدر تخرج تخدم حيتاش ما كانش عندها ديك الشخصيه باش انها تمشي تخدم عند الناس. بقينا على داك الحال، اذا هو عطاني شي حاجه راه مزيان، اذا ما عطانيش احنا كنتقاتلوا كناكلوا في العدس واللوبيا سيمانه، عاد كنشريو شي 10 درهم تاع الدجاج وناكلوا احنا فرحانين بها. هادشي كله اخوتي راه ما كاينينش بحال ما ولدتهمش امي، ما كنعرفوهمش حتى فين كاينين. كيجيو مره في 6 شهور ولا اكثر كيطلوا كيعاودوا يغبروا. قلت لا انا مستحيل نخلي والديا بحال هكا. قلت لماما انا غادي نولي نخدم في واحد الباتيسري. قنعت بابا حتى هو باللي انا نخدم من 12 لوحده ومن 6 ل 9، وانت الا بغيتي اجي رجعني ولا ماما اللي ترجعني. قال لي واخا. فعلا مشيت نخدم في باتيسري ولقيت حتى هو من هذاك النوع اللي كيخرج مع البنات، فدرت لي خاطره وبديت كنخرج معاه ووصيته. شوف فلان راه بابا تيجي لي في الوقت الفلان الفلاني خاصني نكون قبل. فعلا لدرجه بعض المرات كان كيخليني انني نخرج واخا ماشي معاه. فبديت كنجيب فلوس من الباتيسري ومن غير الباتيسري، يعني كنت نجيب فلوس اللي كانت صحيحه. تيسالي الشهر وانا في جيبي 6000 درهم 5000 درهم وبخير وما ضرباش تماره، وانا لا زلت تحت المسمى محافظه بالعذريه ديالي. حتى في هذا الباك الاول ديالي حتى من الاساتذه كنت معاهم بنفس المنهج نتاع السنه اللي كانت من قبل، حتى من الحارس العام ما خليتوش في التقار. كان تيغمني غير مني نجيب الفلوس ونجح، وانا باقا مع نفس الصديقه اللي زعمتني النهار الاول. انا اليوم تنقول بلي هي راه ما دارت والو حيت كنت انا بعقلي ما كنتش غادي نتبعها. واحد النهار كانت عندنا مناسبه عند خالي، دار قاعه متنقله قدام الدار، مشينا نشطنا واحد الوقيته. عييت وانا نقول لماما شوفي عافاك انا غادي نطلع الناس حتى تساليو العرس واجي الحق عليا. قالت لي واخا سيري مادام انا في دار خوها فهي ما خايفه عليا من والو. كنطلع يلا جيت بديت كنبدل، دخل عليا ولد خالي لا راني تلبس، شافني لا راني بغيت غير نهز الشارجوره كاميليا. خرج وتم راجع، بقيت كنشوف فيه اش كدير، ما يمكنش نشوفك وما نقربش منك. اولي واش هبلتي؟ ضبط معاه، واخا كنت مخليه كل شيء انه يقيسني ولكن كلهم كانوا برانيين الا العائله ما تشوهش. وسط الرفض ديالي غادي يكمل داكشي اللي كان خاصني انه يتعدى عليا. كضرني صراحه هاد النقطه اليوم فاش كنت فكرها حيتاش حلت عليا عاوتاني واحد الباب اللي هو كبير. انا داك ما سمعنا حتى شي حد مع الهرج نتاع العرس،
بالصدمه صافي بقيت مبلوكي بلاصتي واستسلمت وليت بحال شي جماد حتى قرب يسالي العرس وانا لا حركه لا سكون. داك ولد خالي من شافني هكاك وخفيت شوه غادي يجمع ليا شعري لبسني حوايجي خشاني فراشي ودخلني لبلاصتي على اساس انه ما وقع والو. داز هادشي كله وما قدرت نقول والو للدار حيت عارفه ولو نقول ما غاديش يتيقوني حيت داك ولد خالي كان عزيز عليهم وما يقدروش يخسروا لي الخاطر واصلا هو ماشي داك النوع اللي يدير بحال هادشي ما توقعتهاش منه. دازت هاد المرحله وبقيت مستمره في الفساد على برا باش كنجمع فلوس ونتقدى مالي للدار ونشري اللي بغيت ونبدل التليفون. وليت نقول داك الشرف اللي كانت كتحترم به الانثى انا صافي فقدته لدرجه وليت ديما خارجه وعندي عادي. واحد النهار وسط هادشي كامل واحد خينا قال لي انا بغيت نتزوج بيك. فعلا جل دارنا كبر بيا جاب لي الهدايا وتزوج بيا وما حسسنيش ولو نهار بلي انني كنت انسانه فاسده. انا شرط عليه شرط واحد انك تقدى الوالديه الدوايه ديالهم وصاف. الشهر الاول عطاني فلوس عطيتهم لدارنا الشهر الثاني الشهر الثالث وبدا كيقطع لي وبدا كيقطعهم عليا فطلبت منه باش انني نخرج نخدم. قال لي خدمو وحده اللي كتعرفي ديرك شنو هو كاميليا خدمو وحده اللي كتعرفي ديري هي الفساد. بدا كيعايرني ملي مرضيتيش بهذا الموضوع اخويا علاش مزوجني طلقني والله يسهل عليك. غادي يقول لي عرفتي شنو يلا نخرجوا نكريو فيلا في هاد البلاصه نفوجوا. بصح فرحت ومشيت معاه. تخيلوا ما كملاتش ربع ساعه باش دخلنا وغادي يبداو يدخلوا طوموبيلات لديك الفيلا كلهم رجال. دخل جلسوا في ديك الصاله ما فهمت والو من الاخر باعني. جا عندي وقال لي عرفتي شكون مصيفطني شكون وهنا غادي يدخل عندي المهدي. عقلت عليه ايه هذاك اللي كان كيطلب وكان كيرغب هذاك الشاذ. قال لي عقلتي عليا انا اللي صيفطته لك يتزوج بك وشتي حتى هذا اللي تزوجتي به راه حتى هو شاد ولكن ما حسيتيش به ياك. تخيلوا معايا كانوا كلهم صحاب كانوا بهم شي خمسه ولكم ان تتخيلوا اش من رذيله واش من مصائب وقعت ما بينهم كاملهم قدام عيني. منظر لحياتي كلها عمرني ما ننساه. كنت كنفسد كنت كنغضب مولانا وملائكه الرحمن مني ولكن باش نتخيل راسي نتحط في هذا الموقف شي نهار مستحيل. جا عندي في الاخر المهدي ولح علي 10000 درهم فوجي مع حاجات وحده اخرين حشومه نقولهم لكم وقال لي هادشي اللي كتسوي وتا هادشي راه بزاف عليك شفتي داك انتي مراه سيري دعيني دابا ليكن في علمك كاع تصورك مع عباد الله راه عندي. هنا غادي تسالي المسيره ديالي في هاد العالم تاع الرذيله والفساد والمصائب والكوارث. جمعت دوك الفليسات مشيت عطيتها لدوك الناس اللي توقفوا في الرون بوين اللي كانوا فرحانين بها وما كانوش عارفين منين جات. باختصار مفيد لبزاف نتاع الاحداث هزيت حوايجي ورجعت عند والدي وقلت لهم انا غادي نطلق من هاد خينا ما تقبلوش لكن فرضت الراي ديالي. النهار ديال المحكمه سولوه علاش غادي تطلق منا كيقول لهم انا غنقول لكم سبب الطلاق ما كانش ليهم شنو طبيعه الحال وكين قال لهم كتمشي مع راجل يعني مع بابا ما كثرتش الصدمه طاح وكشد النص ديالو في وسط المحكمه طاح ديال نهار السبيطار وهادي وهادي وكنتو الفلوس اللي شديت انا فيت كنداوي بهم بابا وبابا جلس في الدار صافي ما كانش كيتحرك ما كانش كيقدر يهضر ما كيدير حتى حاجه. كنقول لهم هادشي كروب وما كاينش وهادي وهادي بالضبط كيدور سيد كيتفكر فاش كنت كنقول لهم انا هنا انا في الباتيسري انا هنا فهمتي ماما ما عرفتش واش بالفقسه ولا ما عرفتش ناض ليها المرض الخبيث في الزلطه وما كناش اكتشفنا المرض في الاول اكتشفنا حتى صافي ما بقاش الحل ولا عمليه لا حتى حاجه صافي بقى غير الشيمي وقالنا واش الله بدات الشيمي وهي تموت عرفتي ما عرفتش كنت كنحس بحال واقيلا انا بزبابي بديك الفقسه ديالي انا وقع لي هكا. مات لي حنينه مات لي العزيزه با مسكين تشلل فكرت ننتحر. شربت الدواء اكثر من 15 حبه اللي كانت مخلطه ولكن حتى ربي ما قبل انه يديني عنده. توفات ماما وبقيت انا وبابا خوتي ما كاينينش. فاش سولت قالوا لي واحد راه حرق واحد راه تزوج بشي نصرانيه وخرج على الطريق خرج على الدين والمله. بقيت انا وبابا الراس في الراس والطبيب قال لي بلي انه خاصو غير الترويض وكلشي غادي يرجع مزيان. في وسط هادشي كاميليا واش ترجعي للفساد ما عندك فلوس ما عندك باش تداوي لباك واش ترجعي للطريق العوجه لا ما يمكنش. نسيت ما قلت لكم بلي انني راني ما نجحتش في الباك وبابا ما تيقدرش يدوي من غير الاشارات وقال لي سيري عافاك عاودي هذا الباك اذا انا مشيت نخرج لمن غادي نخليه. وليت كنطلب واحد السيده انها تجلس معاه ونعطيها 300 درهم في السيمانه واخا ما تجلسيش معاه فلانه غير طلع عليه في الفطور والغداء والعشاء وعطيه دواه. وليت كنمشي من جديد للمدرسه وكنضرب تماره باش نقرا وكنجح ونخرج مع السته ونمشي نخدم في محلابه. محلابه كانت كتعطيني 800 درهم في الشهر وعندي الكرا والصير والدوان تاع بابا. قلت ماشي مشكل
الحلال راه زوين، غادي نبدل الدار لواحد البيت على قدنا ب 600 درهم والموضوع مول الدار قال لينا غندير فيكم خير وغادي تكلف بهم. جا واحد السيد بغى يخطبني وشرط عليه انا وبابا يكون معايا. فاش تزوجت به لقيت بلي عنده مرة في الدار اصلا وما كتولدش، واللي كانت كتكرفس لي على بابا ما كتوكلوش، كتخوي عليه الماكله، المهم عيشها العذاب. وما هو عنده شلل نصفي وما كيدويش، كان كيتالم غير في صمت. زيد على هادشي لحياه زوجيه زوينه، لا خريج لا ماكله لا مصروف، وناشف من جميع النواحي. قلت ماشي مشكل، السيد سترني وستر بابا. حتى لواحد النهار غادي يطلقني لانه ما بغيتش نولد، ومرته قالت ليه طلقها. ومرته هي اللي كانت كتحكم في كل شيء، حيت كل شيء كان ديالها، وهي اللي كانت كتزوجو كانت كتطلقو. ودجا بالله كون ولدت، وانا الحمد لله انني ما ولدتش معاه، كون ولدت كانت غادي تاخذ داكشي اللي تزاد وتطلقو مني. المهم طلقنا ورجعت للبيت اللي كنت كاريه فيه انا وبابا. نجحت في الباك ولكن ما كان نافعني بوالو، طحت في جميع الظروف اللي كانت تخليني باش انني نرجع للفساد. وكنت تنقاوم وتنقول لا كاميليا، لا كاميليا الا هاد الطريق. وسط هادشي كله كانت عندي واحد الراحه بيني وبين نفسي مع مولانا عمرني ما حسيت بها في حياتي. تبت توبه خالصه، وليت كنصلي كنصوم وكنصدق، واخا غير درهم، وندير اللي في جهدي باش يسمح لي على اللي فات. شديت طريق الله وارتحت بزاف. انا خدامه اليوم في واحد لاجونس اللي كنشد فيها 1500 درهم 30000 ريال، اللي كتمشي ما بين الماء والضو والمراه والمصاريف ديال بابا. والحمد لله العائله ديال ماما وبابا ضربت عليهم لانه اغلبيتهم ميسورين، لكن حتى حد معقل علينا غير شي عماماتي اللي ما فحالهمش. بابا بدا كيتحسن شي شويه، كيدابز باش انه يمشي وكيطيح، ولكن الحمد لله. هو صراحه صعيب بزاف انه تولف الفلوس بلا خدمه ولا عذاب، ولكن كنت كنخاف لانه شي نهار نعس وما نفيقش وانا مازال في طريق الفساد. اما نصيحتي هي كالتالي، ما يحاولوش يشوفوا الحياه بديك الطريقه ديال لا الفلوس والدوران وهادي، حيت والله هادشي ما كينفع. هاني عشت ودرت وما خليتش ريستوران غالي، ما دخلت لعب مدينتي، ما خليتش شي بار غالي ما دخلش ليه مدينتي، وما خليت ما درت وما خليت فلوس، وما خليت ماركات حوايج ماركات وسيكان ماركات، وما خليت ما دوزت الاخر. هاني تلا واحد الجدوش اللي كيقول الحمد لله وما عنديش وما خصنيش، ما عمرني نعست بالجوع وما عمرني، ولكن واخا هكا هادشي اللي عشت منه. وخصوصا خصوصا ما كذبش عليك جوج الحوايج اللي اضطروا في حياتي بزاف وما غنساهمش، هو فاش درت ديال الخالي، والثانيه داكشي اللي شفت مع راجلي، داك الموقف اللي شفت وجاب عليا الرجال الاخرين، هي اللي ما غنساها في حياتي. والله ما غنساش اليوم، ما غنسامحش حتى قدام الله. فسدت بزاف الحوايج مع سيدي ربي خايبين، وانا ربي شاهد بلي انا هذيك بالضبط ما كنتش باغاها، كيف بزاف يعاقبني على سيدي ربي، ولكن ما كنتش باغاها فوق من الطاقه ديالي يعني ما قداش. حيت راه كنت نشوف الرجال اللي كنقول لك عليهم راه قدهم قداش، ورجال وشباب ماشي شي واحد اللي مقدرين كتف ومقداش، ايوا تقولي لا يقتلوك ديك الساعه صافي، ملي بغي كنبكي وساكت. خلاص هاد القول نصحيني لقيتي شي نصيحه لهاد الاخت، حيت انا كيف قلت لك ما خصنيش الحمد لله، انا مضايباني راسي مع بابا، ما كنعاودش هادشي شي حد باش يتصدق عليا، والله ما كنعاود هادشي باش يعطيني شي هادشي ريال. الحمد لله على كل حال عايشه على قدي، مضايباني راسي مضايباني بابا، كنتسنى بابا غير يولي يهضر ويقطع على راسو ويبف. انا عارفه مابقاش عنده الصحه باش يخدم، حيت واحد عنده 65 عام ولا ما عرفت 60 عام غاديش يخدم، راه كبر وشرف وكمل عليه نمر، انا نخدم عليه وانا قادر نخدم عليه. بصراحه ملي جيت الباك ما درت حتى حاجه في حياتي، ما قريت لا فاك ولا حتى حاجه، درت لا فاك ولكن ما كنتش كنمشي ليها، ما كنتش كنفاليدي ما حتى حاجه، غير تسجلت فيها صافي. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه كاميليا اللي طلبت مني انني نقول لكم تعطيوها نصائح وتخليو ليها كلام اللي يبرد على الاخطاء نتاع الماضي، وتطلبوا من الله انه يسمح لها. اولا هنيئة التوبة ديالك، وباش نصحح لك واحد النقطة، انه نهار حاولتي تنتحري وكنتي كتظني بلي انه مولانا ما بغاكش عنده، لا خطأ، حيت ربي بغاك عنده عطاك فرصة باش انك تتوبي وتمشي لعنده نقية. داكشي باش عطاك هاد الفرصة في الحياة باش انك تجددي ما هو فات. تخيلي انك تموتي على الذنوب ديالك وتزيدي بالذنب اكبر اللي هو انتحار، شو غادي يتسناك ولا شنو هو الجزاء ديالك؟ لكن الحمد لله محبة من مولانا ليك فيقك. ضروري كل واحد فينا كيفكر في المصير الاخروي ديالو قبل ما يتخذ شي قرار. اي حاجه اختاري تنعيشها خصها تكون مفصله، بحال تنفصلوا شي توب وتكون بطريقه اللي فيها مولانا، حيت الحياه كدوز في رمشه العين. انا كنظنكم بيا متابعين يا كرام بلي انكم فهمتوا الدرس وعرفتوا العبره من هذه الحكايه. فرايي اكبرها انه الوالدين ما خصهمش يزوروا ولادهم بهذه الطريقه. حنا كنربي ولادنا، حنا كنصحوهم، كنقولوا لهم لا حرام، ها شنو اللي بغى ربي وها شنو علاش وهادي وهادي وهادي، كنفسروا كل شيء بالتفاصيل وكندخلوا في هاد الدين.
ولكن كنبقاو كنزيرو في الاخير داك الانسان او داك الطفل غادي يطرطق ويطرطق بواحد الطريقه اللي ما يمكنش تجمع. هذه هي كانت حكايتنا الليله، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم، كنتمنى تقولوا لي العبره من حكايه كاميليا اللي استفدتوها الليله، وكنتمنى انكم تخليوا لها تعليق تشوفهم وتفرح لي. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.